هاد العلاقة كاملة مدة 3 سنين تزوج وما نعرف ورجعت ليك وسمحت باش بنتي ودير لي بحال هكا. اسمع 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 معليش يا قلبي خليبت على ربي راني مالف الزهرة شيلي هاد الخضرة. السلام عليكم الخوت، ملي تكونوا بخير وعلى خير. السيده بغات تيستي، وقع لها واحد القصه في شكال. اختي عاودي لنا شنو وقع لك وعلاش بغيتي تيستي؟ السيده كنت من كانت عندي 17 عام وانا معاه وقع لي مشكل وتزوج. وقع لك مشكل وتزوجتي؟ بقى لي واحد المشكل معاه نيت هو وتزوجت ومن موراها حملت مع راجلي وكذا وقع واحد المشاكل وطلقت. من طلقت السيده رجعت لي فهمتي. دابا انا بغيت نتسنى نشوف رجعت ليه وفهمتي، بغيت نشوف هاد السيد واش كيبغيني ولا لا. ما عرفتش انايا حيت دابا وقعنا انا وياه واحد المشاكل بيناتنا. مرحبا يا دي اختي نمره. سلام طلقتي على قبله؟ اسمع لي عيطيك هاد الرنة اضغط على واحد، ياخذي رنة الموالية اضغط على نجمة. اللهم اكرمنا بشفاعتك. السلام عليكم. السلام عليكم خويا العزيز، كي داير؟ بخير هاني الله يعاودك اخي. خويا العزيز حنا تنديرو مسابقة في الزنقة، تربحو ناس، عندنا واحد الشركة وتنخرجو تنديرو ليها مسابقة، كل مرة تربحو ناس. اليوم كانوا 5 ديال الناس من الفائزين، كنضي منهم واحد السيدة دابا راه معانا، ربحات 2 تليفونات قاسمة شراء. ديال المسابقة كنسولوها اسئلة دينية في الزنقة. شفتي كيفاش؟ فهمت. دابا هاد السيدة هادي راه ربحات وانت ان شاء الله غتكون معاها من الفائزين، غير هو باش تكمل ليها ربحها خصها تكون ديجا اون كوبل. يعني دايرة شكون هاد السيدة؟ هاد السيدة حنا براسنا ما عارفينهاش خويا العزيز، انت دابا خصك تصنت باش تفهم. دابا هاد السيدة هادي خويا العزيز مني ربحات هاد 2 ديال التليفونات وقاسمة شي رأي ديال 5000 درهم. انت معاها من الفائزين، خصك تعطينا سميتها باش انت تربح معاها الربحة، تقسم معاها الربحة. ضروري ضروري تعطينا ديك الانسان اللي في حياتك، ربما هي اللي معنا دابا باش غتربحو ان شاء الله بجوج. فين هادشي؟ حنا في الرباط خويا العزيز. نجلاء ياك؟ نجلاء. واخا خويا العزيز واحد الدقيقة، شو سميتك اختي؟ نويلة. نعم خويا العزيز، شو سميتك قلتي لي؟ نويلة. نجلاء ياك؟ هي هادي هاك نجلاء. نجلاء. نجلاء ياك نجلاء، انت راك كلب نتايا ماشي راجل. ويا ياك فوالا. اشنو كان شنو كان 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 شنو كان مدة 3 سنين الحمار انت راه ماشي راجل. شنو هو اللي دابا انا داير لي ياك؟ وسير الله ياخذ فك الحق، دابا يجيب لي داير لختك. لا اختي الله يحفظك. حمار نتايا والله، تا حمار حيد انت حمار. نجلاء وسير عند نجلاء دابا يا الحمار. هاد العلاقة كاملة مدة 3 سنين تزوجت وما نعرف ورجعت ليك وسمحت باش بنتي ودير لي بحال هكا. شنو درت لك دابا انا؟ انت ماشي راجل، انت شماتة. والله لا حشومة عليك عزيزتي، سير الله ياخذ فك الحق، والله انت ما راجل، نسيت هادشي كامل. علاش ما هضرت لك انا؟ هضرت معايا قبيله نجلاء. يعني دابا انت راه عندك بزاف، ماشي انا وماشي غا نجلاء وماشي بزاف. انت دايرهم خدمه ياك؟ شي وحده والله. انت دايرهم خدمه نصاب انت والله تنصاب. سير الله ياخذ فيك الحق. علاش ما هضرت لك؟ شنو درتي ليا؟ وسير الله يحفظك. هذا اللي دايرين عندنا المشاكل دابا. انا ما درت حتى شي حاجه، هذا بين لي الوجه ديالك الحقيقي. شنو المشاكل اللي كان عندنا باش نهضر؟ شنو هي؟ هو اللومة كاملة لك مالك؟ تعرفوني هكا خويا انا ما بقيتش باغي نهضر مع هاد السيد هذا. وي العزيز خليك خليك اختي واحد الدقيقة، اصبر اخويا واحد الدقيقة. دابا 3 سنين هادي اللي انا دوزت معاك ضربت فيها وطلقت ورجعت ليك وكذا، فات ما فهمتش الفعيلة دوفك. شنو دابا شنو؟ ما عرفت عمر سهيلة ودي صراحة الله. اه عمر سهيلة ودي. عمر سهيلة ودي. انا كنت واجه دارنا على ودك. والله لو قابلة ليك وحوش الموسى ليك. اسمعني اسمعني اسمعني، انا واجه قبل من الحمولية قبل من الزواج وكذا، وكنت واجه دارنا باش نبقى معاك ياك.
اه انت عندك 17 راه متي معاه. وشنو في الاخر شنو تقول لي نجلاء؟ شحال دوزتي مع هاد نجلاء هادي اللي بدلتيني بها؟ شحال انت معاه؟ صارحني قول لي الصراحه، قول لي غير الصراحه. سامع عندك دابا فين راك؟ فين راني؟ متجي عندي منجي عندك والله. سامع شنو غنضربك انايا؟ غنبرد فيك الجنون كامل اللي فيا، غنبردهم فيك. والله يحشم. انا نجي عندك دابا قول لي. لا 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 لا، اش اللي شتك؟ غنقلت لك وحق الله تنبرد فيك شي حاجه اللي اش كنتي تقولي مع المكاني وبغيتي انا. ضحكتيني. والله الا حشم عليك احمد. انا نجي عندك دابا نخرج عام الدار وما تجيش لعندي، ما تجيش لعندي. الله شكرا نبغيك انت عافيه. والله شكرا كتحلف بالله ونجلاء انت هي كتبغيها؟ واخا نجلاء نجلاء الاول، انا ما قلتش نجلاء ما قلتيهاش خويا. شوف قال سميت نجلاء ولا لا؟ علاش كتكذب دابا؟ الدري حتى هو اللي حدايا كيكذب وانا كنكذب ودني انا فيهم الماء. انا ما عرفتوش كاع، ما عرفتيش دابا تجيبو الوقت وغتعرفو. لا خربتيني دابا والله. سير سير هضر مع نجلاء، خليك ساكت تسنى. ما تهضرش معايا، انا نصوني هذيك في النمر. شدي من هذا النمر انا نصوني هذيك. لا ما تصونيش ليا في النمر شي، وما تهضرش معايا. واش حشومة عليك؟ لا صافي سالين، الله يخطفك الحق، وربي غايجيب اللي ياخذ الحق في اختك وفي بنتك وفي امك. صافي هذه هضرت في الاخر. صافي سير دابا وانا نفرجك، انا نفرجك في راسك. انت غتشوف هادشي كامل والله اقسم في امي بالله تنخرجو منك. ومعزت بنتي تكحلتيها وقوتيها من الاحسن. سير اخويا سير، الله يعاونك خويا العزيز. سكن عينك بيضا الله يهديك. شنو كيدير عند الجزار ولا؟ الله يرحمهم عليك اصاحبي. انت ماشي في شكل سمحتي في هاد السيده وتصور معايا، هي خلات راجلها على قبلك. عافية رشك انا ابن عمي. هلا انا عارف اصبر دارت مع دارهم الاخر اللي عزيزي حتى دابا درتينا خصني دابا نعود حتى لعندها ونغيب ونتزاوجها. ما عرفت شنو قلت لك، بلا ما تجي تزاوج فيها قلت لك صافي هي الفينال. لا والله الا نجي عندها. فين تجي لعندها؟ انا عندها انا نصوني عليها ونمشي نتلاقى معاها ان شاء الله. ان شاء الله خويا العزيز تهلا دينا في راسك. صافي اخويا شتتينا. انا شتت اخويا ما شتتك، ما هو انا انت اللي شتتي راسك براسك. عفوا هذاك امك مزاكل. هضر هضر مع الله اخويا. انت شي سميتي وهضرتي على بغيتي نجلاء؟ شحال دوزتي معاه باش جبتي سميتها بلا ما تكذب؟ اش ندوز انا؟ ما دوزت انا خاطرك انسي. لا لا قول لي الصراحه ونسمح لك. والله قال انا البرنامج هذا راه شنو فكرتنا. اسمعين بغيت نقول لك واحد الحاجه، دمرتيني الله ياخذ فيك الحق وحق الله العلي العظيم. لا علاش ضمرتك؟ لا بلاتي بلاتي، هاد الثلاث سنين اللي دوزتها معاك في داركم واه، ومشيت وطرا وحصلتك مع وحده في طريقك انت وديك الكلبه اللي حصلتك معاها، مشيت تزوج باش ننسى وما نسيتش ورجعت. شنو هذا؟ اه بلاتي والله انا مازال حاضر. الله يحشم عليك. كتبغيني؟ كتبغيني كاع ما تبدلني بزاف تبان لك اي وحده، كتبان لك وحده بلا شيء كتبدلني على ودها. ما فهمتش. ما كنبدلك ما والو، انت راه مريضه. انا مريضه واش انت مريض؟ لا حيت مريضه بك. لا حيت مريضه بك. لا مريضه والله. انا خام بغيت نعرف كتبغيني احبس دابا. هضر لي على هذا، شكون هو دابا اللي جاب؟ لا 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 ما سوقكش في هذا، هذا جا واسط خير، هذا باين لي الوجه ديالو اللي انا وجهك كنت عارفه ولكن ما كنتش متاكده. انا ما درت لك والو، واش من نجلاء واش من نسيت تعاود الدم هاد نجلاء؟ انا قول لي شكون هي صارحني. والله ما كاين شي حاجه بالله. انا كنت مقاتله مع والديا ونافس على ودك، يقول لي بعدي منه وهادي وما يصلحش ليك، ولكن انا باغا هذاك السيد، انا باغا وهربت وجيت لعندك وما نعرف غمرت معك بزاف الحوايج ولكن ما صدقتيش. انا نقولك واحد، انت نعطيك واحد النقطه، غتقول لي شكون هي هادي وفين كتعرفها؟ نقدر نتصالحوا ولا الا صارحتيني؟ لا عرفتها البارح انا صدقني. عرفتيها البارح جبتي سميتها اليوم وهذيك اللي دارت معاك ثلاث سنين ومده ثلاث سنين. لا حشومه عليك بالله. يسر الله ياخذ فيك الحق. الله
جبتي لي الضحكه بزاف والله الا عرفتي البارح جبتيها اليوم اه شي حاجه زايده عليا واقيلا دارتها معاك اه سعدتي اسمنا هذا قول لي اه قول لي نعم عطاتك شي حاجه زايده عليا واقيلا لا ويلي ناس والله ما توصلك كيف صايل عليها وفي شكل ودري ويساو دابا خويا والله داك عرفتي شنو في وانت بلاتي بلا شي دابا انا بلاتي كنت صانع لي اسمعني دابا انا كنت صانع لي شي واحد وعطيت السميه ديال شي واحد عرفتو على البارح ها فاش غنوليو ها قتلتيني ودابا شنو انا نقتلك قتلني حبيبتي والله من